هادي عام عن طريق صديقة ديالي اكتشفت جمعية ضرب ودار في ناحية تحلاوت في مراكش، وقدمت لي آنذاك رئيس الجمعية الأستاذ بيبير. من خلال النقاش اللي دار بيناتنا وأنا كنزور المكان، لاحظت أن الاحتكاك اللي كان بينه وبين المغاربة جعلوه يتقرب أكثر من المشاكل ديال المجتمع المغربي، وبالأخص مشاكل الأطفال. حسيت أن حتى أنا خصني نلعب دور في حياة أطفالنا اليتامى. سألت في ذاك الوقت وقلت كيفاش واحد الإنسان اللي ما عنده علاقة مع بلادنا ومع ثقافتنا ضحى بكل ما عنده في آخر حياته باش يعطي لهذوك الأطفال اللي تبنى. باختصار، الأستاذ بيبير شرى 40 قطار بنى فيها 10 ديال الديور كبار، وتبنى 120 طفل اللي منهم عندهم إعاقة قوية، وحبهم كأطفاله، وخدم أكثر من 150 مغربية ومغربي من نواحي تحلاوت ومراكش. من بعد ما عاود لنا الأستاذ بيبير القصة ديالو وشفنا بعينينا كل ما بنا دوك الأطفال، تحركت فينا روح المسؤولية وروح الوطنية باش نشاركوا في هذه المبادرة. من ثم وليت كنحس براسي فرد من هذه العائلة، وحسيت أنه واجب علينا نشاركوا في الازدهار ديال مستقبل ديال الأطفال ديالنا. اكتشفت من هذه القصة أن الأخوة والمساعدة ديال الآخرين ما لها حدود، وأن الإرادة وأعمال المواطنة الصالحة كتساعد الفقراء وكتساهم في تحسين العيشة لنا كاملين.